بحب الموسيقى بشكل عام، إن كانت عربي، تركي، كردي، آشوري. الفنان اللي بحبه كثير جورج يوسف أبو وديع، من أجمل الأغاني غنية كلام الناس. عندما أسمع بالموسيقى العربية أتذكر الفنان الكبير سعدون جابر، وأفضل غنية للأستاذ سعدون أنا برأيي هي يا أمي يا أم الوفا. لما بتنذكر الموسيقى العربية والفن العربي الأصيل بتذكر الفن، بذكر الفنانة الأصيلة العظيمة أم كلثوم اللي حب الناس من لما خلقت لهلا، ودائما يعني خالدة بالوجود. وأكثر غنية بحبها هي سيرة الحب. بحب الطرب الكردي وبميل له لأن أحس فيه إحساس، مثل المطرب شيدا أغانيه مثل مايرو وخوزي أسمر وتونزانة. بالنسبة لذكر الموسيقى العربية يعني المطربة الكبيرة أم كلثوم الراحلة، وبالنسبة للغناء والموسيقى رباعية الخيام وأطلال. حاج يوسف رشيد من مكون العرب في مدينة القامشلي، أحب أخواننا الأكراد والمطربين منهم محمد شيخو. أنا من المكون العربي، أحب الاستماع للموسيقى الكردية للأغاني الكردية وخاصة الفنانة برواز حسين. از وقتی که از سوزکی عربی دبیسم کل شور عبه کل مول به ویرو مطرب تینا بینیم مطرب یا بینی بی سعدون جابر الیاس خدر و مطرب می کافن عمال که اغنی عربیه نیونی و نو مطرب منی من فاده جی الیاس خدر طبعا از سوزوی مسافرین پرجی حازک ما. انا من مكونات السريعانية في مدينة القامشلي اللي تمتاز بعديد بجميع اللهجات واللغات. أسمع اللغات العربية، من أسمع لفنان المفضل نصيف زيتون اللي يغني بربك وشو حلو. لما بينذكر الموسيقى العربية نتذكر الفنانة العظيمة الكبيرة طبعا فيروز، يعني نرتاح بأغانيها، وأكثر غنية اللي بحبها هي يا جبل بعيد.